كتاب حول الحسين. شهادة الحسين برواية الطبري. في مؤلفه شهادة الحسين عمل السيد محمد حسين الحسني الجلالي على قراءة حركة الإمام الحسين عليه السلام انطلاقا من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مقتله في صحراء كربلاء وسبي النساء والأطفال، وذلك اعتمادا على كتاب تاريخ الطبري المعروف بعنوان تاريخ الرسل والملوك لمؤلفه محمد بن جرير الطبري، والذي يروي بدوره نقلا عن أبي مخنف الذي يعتبر أحد المصادر الرئيسة في رواية ما جرى في كربلاء. صنف الجلالي كتابه على 5 فصول جمع فيها ما نقله الطبري من أحاديث نبوية في أهل البيت والإمامين الحسن والحسين عليهم جميعا سلام الله، ومنها حديث ورد في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: هؤلاء أهل بيتي. لم يقف السيد الجلالي في كتابه شهادة الحسين عند سرد ما نقله الطبري عن أبي مخنف، بل عمل على تحليل المواقف والخطب التي مرت مع الإمام الحسين وأصحابه عليهم السلام، شارحا ومثبتا البعد البنيوي الإسلامي في ثورة الإمام الحسين التي أسقط فيها بدم الحق سلطان الباطل والجور على مر الزمان.